رفعت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب خالص التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. وأشادت اللجنة بالدور الكبير الذي تطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية والإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية بفضل دعم ومساندة سموها، مما مكن المرأة البحرينية من تبوؤ أعلى المناصب والمساهمة في نهضة الوطن في ظل العهد الزاهري لجلالة الملك المفدى. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب فاطمة عباس قاسم رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، بالتأكيد هناك تعاون قائم بين اللجنة والمجلس الأعلى للمرأة، حدثينا عن أوجه هذا التعاون وما تأثير ذلك على تمكين المرأة البحرينية. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. بداية أود أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى 13 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي شكل علامة فارقة ومضيئة في جهود تعزيز دور المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة كشريك أساسي في بناء المجتمع إلى جانب الرجل. طبعا تأسيس المجلس جاء بناء على أسس راسخة مستمدة من الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى الله يحفظه، والتي تضع احتياجات المرأة وتقدمها على رأس الأولويات الاجتماعية إيمانا بدورها الأساسي في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في مملكة البحرين. تجاوزت المرأة مراحل التمكين ووصلت إلى مراحل التقدم، وذلك بفضل الاهتمام ودعم ومتابعة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة عبر المجلس الأعلى، وهي جهود تستحق التقدير ونالت اهتماما دوليا وأقليميا وعربيا. ومن جهتنا كنواب وبالتحديد في لجنة المرأة والطفل يقع على عاتقنا مسؤولية التنسيق مع المجلس ودعم الخطط الوطنية لتحقيق المزيد من التقدم للمرأة البحرينية. نعم. عبر مراجعة وسن القوانين التي تعزز من دورها في خدمة وطنها وتعينها على أداء الواجبات والمسؤوليات المجتمعية والأسرية بشكل سلس، وبما يدعم دورها في تحقيق المزيد من التقدم في مسيرة البناء والتطور للوطن بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. أخيرا أهنئ جميع نساء البحرين بهذه المناسبة العزيزة، وأملنا في أن تحقق المرأة البحرينية المزيد من الإنجازات، ونحن على ثقة أنها قادرة على تحقيق أعلى المراتب في مختلف الأصعدة. نعم سعادة النائب فاطمة عباس قاسم رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.